حيا الله الحبايب، وياكم وسام جيمز، ومثل ما وعدتكم دائما وياكم بكل شيء جديد طبعا. ومنورين في الديسكورد والتليجرام، والأي مساعدة تحتاجوها بجراند عالم جراند عندنا. مقطعنا الخرافي الأسطوري هو النقل تهكير للتيروبايت مال. شنو تحتاج هنا؟ تحتاج تيروبايت انت ناسخة من واحد مهكرة، والتيروبايت مالتك العادية حتى لو ما مهكرة كل شيء ما بيها، اوكي؟ واذا ما عندك احد يعني ينسخ لك تيروبايت، حياك الله بالديسكورد تليجرام والأدمنية، يعني قلتش وكمل وقل له للأدمن ممكن تنطيني تيرابايت، الأدمن راح ينطيك تيرابايت، ينسخ لك تيرابايت. فيعني لا تحير، يعني إذا محتاج مساعدة فحياك. هنا تحتاج ديسكوتيك وتحتاج تيرابايت أنت ناسخة من أحد، والتيرابايت مالتك العادية. فهنا راح ندخل للديسكوتيك مالتنا ونروح على الجراج مال التيرابايت، راح أشوفك. طبعا أنا عندي التيرابايت مهكرة، بس راح نقول إلها تهكير ثاني، يعني ما له دخل إذا كانت مهكرة قبل أو لا. أوكي، شوف التيرابايت مالتي مهكرة فول تهكير، بس أنا راح أنقل تهكير إلها من تيرابايت أني ناسخة أو مرسبنها عندي بقراج ثاني. فالطريقة هنا سهلة جدا وصولو، وما تحتاج أي واحد وياك. كل عليك هنا تروح للقراج اللي بيه التيرابايت اللي تريد تنقل من عنده. من تجي للقراج هنا ترسبن، تروح على التيرابايت اللي تريدها، يا لون يا ويل شنو عاجبك. طبعا تصعد بالتيرابايت وتغير اي شيء بسيط بالتيرابايت، البريك مثل ما انا راح اغير البريك هنا، بس تغيير بسيط هو البريك، اغيره وارجع احط البريك مالتها القديم، وانزل من التيرابايت مالتي واموري طيبة وطبيعية. لاحظ هنا شنو، غادرت التيرابايت مالتي واني بداخل الجراج، يعني بس اغادر من التيرابايت ما اطلع بالتيرابايت، اوكي؟ لان هذا الحكي كله احنا داخل الجراجات نلعب. هسه هنا ارجع للجراج الاصلي وين التيرابايت مالتي واقول لك يا حبيبي سلم لي على الباقي سولو، اوكي؟ اجى هنا التهكير مال التيرابايت انت اللي تريده، وخرافي كامل مكمل. شلون التيرابايت مالتك عندك بالجراج العادي راح تجي عندك بجراجك الاصلي. فحياكم الله ديسكورد تليجرام، اي شيء تحتاجون حبايبي، اللي محتاج تيرابايت ما عنده خلي يقلتش ويكمل، من يقلتش للنهايه يقول للادمن انطيني التيرابايت، الادمن راح ينطي تيرابايت وما نقصر وياكم حبايبي. ومشكورين على دعمكم واللايكاتكم، وان شاء الله دائما اشوفكم بالمقاطع والبثوث الحلوه، تجمع الـ LS للسيارات المهكره، وبيس فور لاف. مع السلامه.